السلام عليكم، معكم الدكتور العدابي عمر، اخصائي في امراض الجهاز الهضمي والكبد والتنظير الداخلي بالمستشفى الخاص بمدينه طنجة. هذا الصباح قمنا بواحد العمليه ديال التنظير الداخلي اللي قمنا من خلالها باش عندنا واحد المريض اللي كان في واحد الحاله حرجه، اللي كان عنده واحد الحصه في القناه الصفراويه ديال الكبد. دونك هذا النوع ديال العمليات اللي شحال هذه كان كيتطلب تدخل جراحي، الان بفضل تطور التقنيات ديال التنظير الداخلي يمكن نعالجوا بحال هذه الحالات. هذا المريض هذا قمنا بواحد العمليه بالتنظير الداخلي وهبطنا بالمنظار عن طريق الفم، وصلنا للبلاصه فين كيتلاقى القناه الصفراويه مع الاثنى عشري، وقمنا بفتح ذاك البلاصه وقمنا باخراج ذاك الحصى اللي كانت مبلوكيه للقناه الصفراويه باش تمكننا من اننا نتجاوزوا الحاله الحرجه ديال المريض ونداويوه. هذه العمليه استغرقت واحد 15 الى 20 دقيقه ماكسيموم، ومكنتنا من اننا نتفادوا عمليه جراحيه، ومن انه المريض يعني المده الاستشفاء ديالو اي توسا تكون قصيره. الو، فحال هذا النوع العمليه اللي عملناها الصباح هما عمليات اللي ما كانوش كيداروا بزاف في منطقه الشمال، في شمال المملكه، وبزاف ديال الناس بالنسبه لهم هذه العمليات ما كيداروش، كيضطروا يمشيو لمدن اخرى. الو الحمد لله الان هذه العمليات هي متوفره، كنقوموا بها بشكل يومي، وهذه العمليات هذه هي عمليات اللي كتخلينا نربحوا راحه ديال المريض، كنتفاداو الجراحه، وكيكون دي ميور كونديسيون بالنسبه للمريض والطبيب حتى هو. هذه العمليات الحمد لله الان متوفره وكيمكننا نقوموا بها، وعمليات اخرى بحال اللي هي كانت معقده ولكن الان ما بقاتش، لانه الحمد لله في المستشفى الخاص كنتوفروا على ماتيريال تكنيك ومعدات تقنيه من الطراز العالي، ماتيريال دو بوينت اللي كيخلينا نكونوا دائما اجور دون تو سكي اندوسكوبي انترفونسيونيل. عناية وعلاج.